ومن مسائل الصوم بعض الناس يقول أرعفت فخرج مني دم كثير، بعض الناس يقول سقطت فانجرحت فانسال مني دم كثير، لا يؤثر. اعلموا أن أي مفطر ليس خارجا وليس مفعولا باختيارك لا يؤثر عليك بتاتا. متى يؤثر؟ إذا أخرجته متعمدا، أما إذا خرج من غير اختيارك فإن صومك صحيح ولا يؤثر على صومك.